المعار يفرض نفسه زي ما حصل في تجارب قبل كده. نعم. بتلعب وبتحقق هترجع قندوسي ما فرضش نفسه بتألقه مع سيراميكا واحرازه اهداف بعيدا عن المشكله. انا بتكلم على فنياً المستوى. فنيا؟ ما لعبش في المكان اللي بيلعب معانا فيه او اللي مستر كولر بيطلب منه طلبات في المركز بتاعه. بيلعب في حته تانية خالص. فعشان كده بيلعب فري. مع سيراميكا. فبيلعب فري مش مطلوب منه حاجات بتطلب. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي اللاعب لازم يلتزم بتعليمات المدير الفني. لازم. والا ما تبقاش النادي الاهلي.